في حلقة النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوي في الفرن مع خضار حاجات أورمة وحاجات لطيفة جدا وطبق كبير طبق كبير كمان مع بطاطس هنعمل برضو في الفقرة الثانية هنعمل الحلو بتاعنا هنعمل بقلاوة بالفستق اهلا بيكم في حلقه جديده في مطبخ 101 رمضان كريم كل سنه وانتم طيبين مطبخ الباب العالي في رمضان واللي انا بعمله مفروض انتوا شفتوني بعمله مليون الف مرة ان احنا بناخد الفرخة كده ونجزقها للاجزاء عشان نعرف نشويها في الفرن ناخد اول حاجة بنخش من عند منطقة الرقبة ونطلع العضماية اللي هي بتاعت الرقبة العظم اللي بتاعت الكولي ده ولا مش عارف اسمه ايه الاسورة مش عارف اسمه ايه بالعربي المهم هو اللي بيبقى عامل زي التمانية ده تمام ده ملوش لازم عندنا عشان بنشيله ليه عشان نعرف اطلع الصدور نضيفة من غير ما هضر لحمه تمام سكينه حاميه ننزل في النص من على النصين من الايه اللي طالعه في في الصدر دي جميل بس نطلعها انا عايز احتفظ بالجلد لان الجلد مهم قوي بالنسبه لي في الطبق ده اديني كده قرمشه وانا انا من نوع الجلد بالنسبه لي بالذات فراخ مشوي كده ده اهم حاجه هنا عندنا شويه بطاطس بيتسلقوا في مرقه فراخ تمام عشان برضو نديهم طعم لطيف جميل وبقيه المكونات عندنا شويه كرا... عندنا مير بوا مير مين المير عندنا بصل أويرما آه... جزر كرفس جميل ومعانا روزماري وبس عداتنا ان احنا بنحط باقي مع بقيه المير ممكن نحط ايه بوكي جارني اللي هي آه... الايه زعتر وايه تاني ما سمعوا معايا طيب زعتر وايه تاني بقدونس عيدان البقدونس ده بالذات لو احنا هنعمل ايه لو احنا هنعمل شوربه او هنعمل مرقه بس احنا مش هنعمل شوربه او مرقه فعشان كده انا استخدمت الاعشاب اللي عندي الفريش جميل اللي هي تستحمل حراره شويه تمام من نيجي بنقعد نسلك نسلك الايه العضله من العظم لحد ما نوصل لايه للكتف اللي هي الحته اللي بتوصل, بتوصل بين اللي إيه الجناح والصدر نيجي و نفصلهم عن بعض فين 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 اهو بس كده خد ايه اسلك 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 كله ايه يطلع نيجي عند الايه عند الحوض عند الرجلين نفصل دول عن بعض الطريقه اللي انا بعملها دي في طريقه كمان اسرع هوريها لكم في الثانيه ما بتطلعش نفس المنظر كاجزاء لكن برضو يعني برضو ممكن تستخدموها لو انتم مستصعبين الطريقه اللي انا بعملها دلوقتي مع أنها هي سهله جدا يعني طيب؟ تمام تعالي تعالي. عايز افك الايه بتاع ده عن بتادي. بس كده بيرفكت انا طلعت كده الايه طلعت كده اللي, اللي انا عملته كده ان انا طلعت الورك مع الصدر حته واحده جميل شوفوا بقى الحته دي ده اللي انا عايز اوصل له تمام طيب؟ يبقى انا عندي نص فرخه كده تمام طيب؟ عايزين نقطعهم نص... نصين او نفس الاثنين دول على بعض يا دوب هاجي من عند الجلد ان هو الجلد ده اللي اللي رابطهم بعض يبقى كده عندي الورك يبقى كده عندي الصدر بالجناح بتاعه الفيرست اللي اسمه السوبريم جميل بس كده تمام طيب؟ نفس الموضوع هنا ده كده قام بالواجب نفس الموضوع هاجي من هنا جلد واقطع خلاص بس طيب ادي كده عندي الاجزاء دي جاهزه ادي الفلي بتاع الفلايات بتاعت الصدور طلعت لوحديها أه ممكن دي تتحط في شوربة تتحط في أه في مرقه تتسلق ممكن تعملها لها بانيه كده وناكلها في ساندوتش كده في اللذيذ تمام وخلاص هنا انا مسخن طاسه جميل وهنا انا برضو مسخن طاسه تانية هناخد الميربا ونحمص الميربا الاول بالنسبه للبصل الاورما انا مقسمتهم نصين بس احنا سايبين الحته اللي هي الجزر بتاعها عشان يمسك كله في بعض انا مش عايزه يتفرفط مني جامد فأيه ايه على طول هنا مع شوية زيت يبتدوا بقى يعيشوا حياتهم شوية جميل حط معاهم الجزر دول انا ليه بحمصهم من الاول كده عشان لما نحطهم في الفرن خلاص انا ابتديت ابتديت مرحله او ابتديت عمليه التسويه تمام هنا بقى في عشان نظبط بقى الفراخ هنعمل ايه ناخد برده شويه زيت جميل ناخد جزء اجزاء الفريخ ناحيه الجلد الاول ونمشيها بس عشان الجلد ما يلزقش عليها تمام اخر واحده اهي جميل بس كده كده ده, ده شيل. ملح هنا ملح على الفراخ ده بقى الحاجات اللي مالهاش لازمه عندنا كمان مشروم المشروم دول هحطهم هنا بس بعد ما احط الكرفس تمام مش هحطهم في الاول خالص انا مش عايزهم انا مش عايزهم دلوقتي انا مش عايز احطهم دلوقتي عايز احاول على قد ما اقدر اخليهم يحتفظوا بالشكل بتاعهم وما يفقدوش ميه بزياده قوي جميل الفريخ بس ايه اتاكد بس ان هي مش ايه مش لازقه في الطاسه جميل دين بقى هنا الزبده فلفل اسمر بدأوا ياخدوا لون لطيف جدا، بالنسبة للبطاطس حطيناها في المرقة ساقعة، وأول ما تغلي هي بتغلي أهي، هنحطها على جنب، خلينا نحطها على جنب كده جنبكم، عشان هنطلعهم ونخليهم إيه، اه ما يبقوش، اه خليهم يتبخروا، يبخروا المية بتاعتهم شوية، عشان بعد كده لما نيجي نحمرهم يبقوا إيه، يتحمروا كمان في, في الفرن يبقوا مقرمشين بس من جوه إيه، هشين جدا جدا جدا. دي عامة طريقة حلوة جدا عشان نطلع بطاطس في روستد في الفرن أه، بقرمشة حلوة وكمان من جوه يبقوا هشين، يعني عملنا نفس الموضوع مع البطاطس أه، اكيد مع البطاطس الفرنش فرايز تمام؟ المايه دي تترمي؟ لا ما تترميش لان يعني دي دلوقتي خدت شوية نشا من البطاطس فممكن فيها مادة ربط، فمادة الربط دي ممكن استفيد بيها بعدين صح؟ هستفيد بيها امتى لما يجي اعمل الصوص بتاعنا صح حلو قوي كويس مركزين معايا يعني نقلب بقى الشباب على الناحيه الثانيه فرن على درجة حرارة 180 فلفل بقى الناحيه دي الناحيه الثانيه ما كانتش واخده فلفله خالص خالص ناخد شويه روزماري مش كتير خلي بالنا هنركز بقى هنحط بقيه الروزماري هنا مع المير ده خش فرن على درجه حراره 180 مع نفسه حلو قوي شكرا جدا هنيجي بقى للكرفس يتحط معاهم ونلفلفلهم كده ديني بقى الروزماري حلو قوي هناخد بقى ايه الحاجة اللي هتخش الفرن نزل بقى المشروم زي ما هو شايفينه كبير ازاي انا عايز ده انا عايز المنظر ده الوان فظيعه ديني سنه ملح هنا ممكن يا وسام تحطي لي شويه ايه فلفل هنا مفيش مانع لغايه ما المارشوم يبتدي برضو يتكلم اديني بقى نقطه زبده مكعب واحد زبده كلف في معلقه في النص يدينا برضو لون على البتاع ده البطاطس هنرفعها تمام وهنرصها الصينية جميل شوية بقى على البطاطس ملح تمام عشان ايه الاخوه يخشوا معاهم بس كده حلو قوي اوي الكلام ده تمام بس ده برده يخش الفرن معاهم برده درجه حراره 180 واحنا عايزين بقى نشوف لون كرمالة لطيفة جدا 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 على الـ الـ الخضار وكمان الفراخ مفروض الاثنين هيوصلوا في نفس في, الد... في في درجه تسويه مع بعض الاثنين هيستووا في نفس الوقت ليه ان احنا سوينا الفراخ دخلناها قبل ما ال... الخضار دخل مثلا بتاع خمس دقائق فهم الاتنين هيستووا مع بعض هنطلع فاصل لما نرجع من الفاصل الاثنين دول هيستووا مع بعض ونعمل مع بعض الطبق الحلو بقلاوة بقلاوه بالفزدق شوفكم كمان شويه رجعنا من الفاصل في في ناس في الفرن كالعاده ودلوقتي احنا نعمل البقلاوه البقلاوه احنا بنحب ناكله بس لما نيجي نفكر ان احنا نعمله صعبه مش صعبه بقلاوة مش صعبه بقلاوه احنا محتاجين بالظبط كالاتي انا محتاج اه خلاط او كبه ومحتاج مقادير محتاج ادي كده عجينه جلاش ومعانا اه عسل فستق ده فستق مجروش للجارنش ومجروش الجرنش حلوه دي ومعانا كمان شويه عين جمل هنبتدي ازاي ان احنا نعمل الحشو بتاع البن... البقلاوه الاول ناخد وفي هنا زبده بتسيح وساحت خلاص تمام ناخد فستق تمام مع عين جمل خليهم كده يعيشوا حياتهم مع بعض الاول جميل بس بنعمل ايه بقى المرحله اللي بعده والمرحله دي اختياريه صراحه يعني يعني بس انا بنصحكم بيها تمام بنعمل ايه بناخد اللي احنا جرشناهم هنحمصهم في طاسه ناشفه يا دوب ايه آه نطلع الزيوت العطريه بتاعتها مش هنطبخها مش هيتحمص جامد مش لازم يخش الفرن لكن يكون آه اول ما نبتدي نشم ريحه الفستق وريحه البتاع ده العين جمل هنبقى جاهزين جميل طيب انا كده هلم ده وفي نفس الوقت عقبال ما ده يسخن هنطلع عجينه الجلاش اللي عمل جلاش او اللي اتفرج على اي حلقه في العالم اتعملت معاك جلاش هيفهم بالظبط ايه اللي هيحصل تمام جميل هاخد الزبده او السمنه اين كانت جميل وفي القالب اللي احنا هنسوي فيه ندي كده ايه مسحه كده محترمه تمام بعد كده ورقه ورقه جلاش ورقه الجلاش خلي بالكم ان هي ما تنشفش منكم تبقى متغطيه طول ما انتوا مش شغالين بيها دلوقتي انا شغال بيها فانا هعرف اطلع ورق زي ما انا عاوز لو الورق كبير كده ممكن يا اما نقطعه يا اما هنعمل الحركه اللي انا هعمله دلوقتي حالا تمام انا باخد ادي كده الورقه بدهن بعد, بعد كده اخد النص التاني واحطه عليها بس يعني بدل ما احنا ايه إيه نفقد ايه ونقعد نقطع ون ونزهق ون ون نفسينا اللي هي كده ايه سهل والزيادات اللي تطلع تتحط على بعض زي ما احنا شفنا الورقه اللي بعده هيبقى العكس يعني انا جيت انا جيت من الشمال الاول دلوقتي هاجي من اليمين لو في حته اتقطعت ما تقلقوش خالص هاجي دي ما بتبانش في النص جميل اديله سنه زبده بعد كده ايه نحط النص التاني عليها جميل كده عملنا قاعده حلوه للجلي... لل... للبقلاوه جميل للحشو بتاع البقلاوه اللي احنا نحضرها دلوقتي جميل الطاسه سخنت نحط دول هنا ويدوب هما ايه دقيقتين ثلاثه يعني اقل من كده مع التقليب المستمر من غير زيت من غير اي حاجه وعلى طول ريحه الايه التحميص بدات تبان احنا جرشناهم رفيعين خالص صغيرين خالص فتافيت خالص ليه عشان ننجز في المرحله دي بالذات احنا لو كنا حمصناهم وهم كبار كنا قعدنا كتير جميل حلو قوي طيب وهي بقى كده ناخد بقى العسل وننزل عليها في في بتاعه السخن نفسه جميل نقعد نقلب 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 ونجمعهم على بعض شايفين انا شلتها من على النار ليه عشان مش عايز اطبخ مش عايز اعمل كيراميل من العسل تمام بس لازم لو لما هي بتكون دافيه تنزل في الطاسه زي ما انا نزلتها كده بتسهل علينا ان احنا نجهز الحشو بتاعها تمام طيب؟ على عكس ان انا كنت لو خدت بوله ومش عارف ايه وكل الكلام اللطيف ده جميل بس كده عملنا الحشو ننزل بيه هنا وزعها الوصفة دي انتوا انا عايزكوا تبتدوا تفكروا طب انا اغير انا في الوصفة دي عشان اعملها بطريقتي مش من ناحية كتكنيك مش من ناحية ازاي بعمل كيفية التعامل بتاعتها لا ازود انا نكهات بتاعتها مثلا رشة قرفة أه جزء طيب أه مش عارف ايه أه اراسيا حطوا بقى التاتش التاتشات بتاعتكوا انتوا جميل؟ طيب ناخد بقى بقية الرق وهنكمل تاني و... زي ما عملنا اول واحده هناخد دي نحطها جميل مع سنة زبدة بعد كده ايه بعد كده يخش هنا الاستاذ بعد كده ايه الناحية التانية وهكذا ده كده هيخش الفرن بس مش قبل ما انا ايه اغطي الجلاش زياده وادخله تاني الفريزر لو محتاج ومش قبل ما انا اقطع فيه زي زي لما بنيجي نعمل جلاش باللحمه مفرومه او سبانخ او ايا كانت بن ايه بنقطع الاول دي بعد كده هتسهل علينا في المرحله اللي جايه لما نيجي نسقي بالشربات ونقطعهم بقى حتت دي كده مقطعها حتت كبيره ممكن تقطعوا بقى اشكال بقى وحاجات اللطيفه دي تمام طيب. بس دي كده اتقطعت هتخش الفرن برده على درجه حراره 180 مع اخواتهم اللي جوه اه كده مع نفسك والمنظر اللي هيطلع في الاخر منظر لطيف جدا ده بعد ما يطلع هنعمل ايه واخدين الشربات تقريبا هنتكلم في كوبايه سيرب كوبايه السيرب بقى عباره عن كوبايه لبن اه سوري كوبايه ميه آه نص كوبايه ميه اسف مع كوبايه مع كوبايه عسل آه مع كوبايه سكر وبعد كده هنحط عليهم ربع كوبايه عسل ده للطعم هنخلي كل الناس دول يغلوا مع بعض لحد ما القوام يبقى عامل زي ايه عسل خفيف كده شايفين القوام عامل ازاي ده القوام اللي احنا عايزينه من الشربات الشربات يكون دافي يفضل ان هو يكون دافي عشان يبقى واخد القوام ده جميل بس البقلاوه تكون لسه طالعه من الفرن هتبقى سخنه هناخد الشربات ونسقيها شربات نغرقها شربات هي هتقعد تشرب هي هتشرب شربات لما نلاقي ان في شربات بقى خلاص عايم على الوش هنعمل ايه؟ ناخد ده في في بوله وايه ونصفي لو في اي شربات زياده هتنزل معانا طبعا انا اوريدي ده خلاص حصل تم تصفيته فعشان كده مفيش زياده بس شايفين طلع ازاي باين الرقات بتاعتها باينه الحشو صراحه جامده جدا ما فضلهاش غير بقى حبه الايه الجارنش اللي في الاخر حسب بقى ال... حسب ما انتوا عايزين انا من نوع من الناس اللي بحب الايه الفستق خاصه احنا اوريدي حاطين فستق جوه فايه نرش فستق من على الوش فستق مجروش بس كده تمام اخباركم ايه يا شباب كويسين مبسوطين يلا بينا الله على الفراخ شايفين الفراخ عامل ازاي بص كده تمعنوا فيها هنا بقى انا عارف البطاطس اساسا مخبوزه بس هي لسه عايزه تاخد حبه لون بقيه الناس خدوا اللون بتاعهم بقيه الناس خدوا اللون بتاعهم جميل بس دي كده بالنسبه لي الفراخ بالنسبه لنا كلنا الفراخ هايله هايله ده المنظر اللي احنا عايزينه الزبده بقى والميه اللي نزلت منه وكل الكلام اللطيف ده نمو تصب كده على الوش ويعمل احلى صوص ده يعمل احلى صوص ريحه الروزماري عنيفه وحلوه جدا 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 انا بقى نفكر في دراسه الطبق عامل ازاي انا بقى بختار طبق فيه في اطباق كده بتناديني كده بتقول لي اه ابو سام شغلني النهارده اقول له حاضر انا هشغلك النهارده ده, ده الطبق اللي انا رسيت عليه النهارده عايزين انتوا بقى تحمصوا البطاطس زياده شويه دي حاجه ترجع لكم انا عايز الالوان دي انا عايز اللون الذهبي الخفيف ده تمام وهنلاقي برده فيها يعني اللي كان لازق على قعر البتاع ده فيها شويه من ايه التحميص والاشكال المختلفه تمام باينه وعامله معانا برده شغل حلو قوي حبه دول سقطهم في النص فراخ الصوص بقى المزبد الحلو ده من غير اي حاجه نزله على الوش بعد كده ممكن على جنب نربطه بشويه نشا او نربطه بدقيق وزبده وخلاص طبق كده فراخ مشوي في الفرن مع الروزمي مع الخضار بصل بطا بصل اورما أو بطاطس مشروم كزر كرفس ريحه تحفه وطعم احسن من كده بكتير بروح عليك يا وسيم والله بتعرف تروح كده الحلقه النهارده خلصت نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله اون كوكينج ورمضان كريم